ارتاح. انا حط رئيس بالنزاع. ارتاح. انا حط رئيس بالنزاع. ما راح بعمل بعد منك بطل وطلعك من القاعة. قلت الرئيس انا ما حدا بيطلع من القاعة. ما حدا بيطلع من القاعة. ما حدا بيطلع من القاعة. والشعب اللبناني بيطلعني من القاعة. اسمع يا الجمهورية لسنه ونص. هذا المفاسر على مش كل واحد بيعمل تفسير على زوقه ونصوص على زوقه. ما حدا ياخذنا بالهوبرة كل مرة بهذا الموضوع. لا. نحن بجلسة تشريعية مش بجلسة حكمية. غيتوا الأوراق الواردة. غيتوا المعجلة المكرر. هن عم تلغوا الكلام بالنظام. هيدا انقلاب على النظام الداخلي للمجلس النيابي. دولت الرئيس هذه العمليات المسرحية. دولت الرئيس. السلام للرئيس ما بيصير. سكتنا دولت الرئيس. دولت الرئيس. بس إذا بدنا نعمل مسرحيات. مسرحيات. بالمجلس ما بدنا. أنا 30 سنة عامل مسرحيات. بس يا أخي ما تتدخل. ما تتدخل. يا علي. واحد تافه. دولت الرئيس. دولت الرئيس. اسمح لي يا ملحم. لا. اسمع يا حاج. سكتنا. روح. سكتنا. يا حاج. سكتنا. دولت الرئيس. لك روح يا حاج. سكتنا سنتين. صلبطة خلصنا منها بهالمجلس. يا اخوان الموازنة. لك مين شايفكم ولا اي بلطجة؟ مين شايفكم بالاول؟ اقعد اقعد. حركوا. أرضة مافيات. أرضة مافيات. يا علي. مطلوب من العدالة عم تحكي عن مافيات؟